السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ واليوم يجيناكم فيديو جديد، واليوم رح نحكي عن الكلاب، معلومات يعرفها الكلب عنك. أنا عملت فيديو عن هذا الموضوع من فترة، حابب كمل الموضوع. يا جماعة شكرا لكم من كل قلبي على 300 مشترك. أساس الفيديو الماضي أشكركم بس نسيت. الله يعطيكم ألف ألف عافية على الدعم اللي عم تقدموا لي. والله عن جد ما بعرف كيف بدي أشكركم. الله يوفقكم ويفرحكم مثل ما عم تفرحوني. بدينا من الصفر، وصلنا للمئة مشترك، ووصلنا للمئتين، ووصلنا للثلاثمية، وبطريقنا للألف. يلا ما ضل شيء، 700 مشترك بس. بعتذر إذا طولت عليكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك، ويلا خلونا نبدأ. شعور الكلاب بالسخاء تماما مثل البشر، فالكلاب لديها ميل إلى الحكم على شخص معين من أساس أفعاله، كما أنها تولي اهتماما كبيرا بكيفية التصرف تجاه الآخرين. ففي دراسة أجريت عام 2012 من قبل جامعة ميلانو، إذ سمح الباحثون للكلاب بمراقبة البشر في المواقف الاجتماعية، وشاهدت الكلاب مجموعة من الناس الذين يتقاسمون طعامهم مع رجل بلا مأوى، في حين شاهدت مجموعة الكلاب الأخرى مجموعة من الناس يتصرفون بطريقة عدوانية. بعد ذلك طلب من المجموعتين أن تدعو الكلاب بنفس الوقت، ووجد أن الكلاب استجابت بشكل إيجابي للمجموعة السخية عندما دعيت وتجنبت المجموعة العدوانية. فالكلاب حيوانات اجتماعية وتتوقع المعاملة بالمثل من قبل أصحابهم. شعور الكلاب بالنوايا الخاصة بك، الكلاب تتتبع نظرات أصحابهم للحصول على قراءة حول ما تفكر به، وبالتالي فإنها يمكن أن تشعر بنوايات بشكل صحيح معظم الأوقات. فقد تبدأ الكلاب بالبحث عن مكان للاختباء قبل وقت الاستحمام، أو يمكن للكلاب أن تشعر بأنك ستأخذها للطبيب البيطري. شعور الكلاب بانخفاض السكر في الدم، يصدر البشر بعض الروائح الخاصة عندما يعانون من مرض السكري، فالرائحة الخفية التي لا يمكن للبشر أن يكشفوها يستطيع كلبك الخاص أن يكشف عن المشكلة والمضاعفات المرتبطة بها. فانخفاض السكر في الدم يغير المركبات العضوية المتطايرة والتي يمكن أن يشمها الكلب، ويحدث هذا عادة عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية السكري. ويمكن للكلاب أن تنبه أصحابها حول المشكلة عن طريق الأنين أو لعق أيديهم. وحاليا يتم تدريب العديد من كلاب الخدمة خصيصا لمساعدة الناس الذين يعتمدون على الأنسولين. السرطان والأمراض الأخرى، مع وجود حوالي 220 مليون من مستقبلات الرائحة، يمكن للكلاب أن تشم رائحة الأشياء أكثر من البشر بكثير. فالكلاب مشهورة بالكشف عن السرطان، ويمكنها استخلاص مجموعة متنوعة من أنواع السرطان. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2006 ونشرت في مجلة علاج السرطان التكاملي أن الكلاب المدربة كانت قادرة على الكشف عن السرطان الثدي بنسبة 88% وسرطان الرئة بدقة 99% باستخدام عينات التنفس. وبغض النظر عن السرطان، تستطيع الكلاب أيضا الشعور بالخدار. ما هو الخدار؟ الخدار التخفيق أو النوم القهري هو اضطراب عصبي مزمن يؤثر على جزء من الدماغ الذي ينظم النوم، تنتج عنه اضطرابات النوم المزمنة. يعاني المريض من النعاس المفرط أثناء النهار ونومات مفاجئة بلا بلا بين النوم. الزبدي انه الواحد ما فيه ينام. ووجدت دراسة نشرت عام 2013 ان اثنين من الكلاب المدربة كانا قادرين على الكشف عن 11 من اصل 12 مريض متعلق بالخدار باستخدام عينات العرق. وتظهر هذه الدراسة ان الكلاب يمكنها الكشف عن الرائحة المميزة لهذا الاضطراب. الحمل، لا تستغرب يا عزيزة، فالكلاب يمكنها أن تشعر بالحمل، ومؤكد أن مالكي الكلاب من النساء قد لاحظنا تغيرات في سلوك الحيوانات الأليفة أثناء الحمل. وأفادت بعض النساء أن حيواناتهم أن حيواناتهن الأليفة أصبحت أكثر حرصاً وحباً لأصحابها بشكل مفاجئ. وبعض الكلاب تبدأ بمرافقة أصحابها الحوامل في كل مكان يذهبون إليه، وتأتي هذه التغييرات المفاجئة في سلوك الكلب أساساً بسبب التغييرات الجسدية التي يمكن للكلب أن يشعر بها في جسم صاحبتها. كما تتفاعل الكلاب مع التغييرات البيئية التي تحدث في المنزل نتيجة الحمل. وبس هذا كان مقطعنا بشكل كامل، بتمنى يكون المقطع عجبكم، لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة، وانشروا المقطع بقدر المستطاع لحتى يوصل صوتي لأكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.